السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. شوفوا اليوم درت لقيت هاد البواكاسي كتباع بحال لي بات، فيها بزاف ديال البروتيين لي فيبر وكلشي. شوفوا دي بات مي هما مصنوعين غير بالفارين ديال الجلبانه، يعني غير جلبانه. درت بصيله مع هاد الثومه والبيض ديال الدانت ياك، وزدت فيها الخرقوم والملح والبزار، كل واحد يدير اللي عجبو. باغ كونطخ هنا عندي هذا معجون ديال التمر من داكشي، معيرقة وحدة كتعطيه واحد البنة زوينة، واللون ما شاء الله جا حسن من ديك الصوجة وداكشي. وقالوا لي هذا ديال التمر فيه بزاف الفوائد. صافي مني طابت خليت هاد كوتي، وجدت هادوك لي بات دونك الماء والملح عادي طابو، ها هما دونك تيجيو ناشفين شويه، يفو يتخلطوا مع لاصوص ديال هذاك الدجاج ولا الدانت كيما بغيتو. ودرت لهم شويه ديال القرعه اللي شويتها، وبالصحه والراحه وان شاء الله يعجبوكم.